مثال مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ترك التقية أم لا؟ بل كل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لو كان أهل البيت يستعملون التقية في كل حياتهم لما كانت الطغاة تقتلهم وتغتالهم. الطغاة لا يهمها وجود أناس لا وجود لهم، وجودهم وعدمهم سواء، لا يعملون أي عمل، لا يقفون أي موقف. ما هو جواب هذه الأسئلة؟ ونلخص كل هذه الأسئلة في سؤال واحد: هل نعمل بالتقية أم نترك التقية؟ تكليفنا التقية أم لا؟ جواب كل هذه الأسئلة يتبين إذا عرفنا ضوابط التقية. هناك لكل حكم ضوابط، لا يمكن أن الإنسان يأخذ حكما من الأحكام على عواهنه بدون ضوابط، هذا خطأ. شخص يقول الله عز وجل يقول أقم الصلاة، أنا في الساعة 10 صباحا أقوم وأصلي صلاة المغرب، الله قال أقم الصلاة، الله قال أقم الصلاة، ولكن للصلاة ضوابط. في الساعة 10 صباحا لا يمكن أن الإنسان يصلي صلاة المغرب. شخص يقول الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا في شهر رجب أذهب إلى حج بيت الله الحرام بعنوان الحج، في شهر رمضان أذهب إلى الحج. الله قال الحج واجب، ولكن للحج ضوابط، للصيام ضوابط، للواجبات ضوابط، للمحرمات ضوابط. أهل البيت قالوا التقية ديني ودين آبائي، ولكن للتقية ضوابط، بدون الضوابط الحكم يخلو عن واقعه عن روحه. إذا صلى الإنسان صلاة المغرب في الساعة 10 صباحا صلاته باطلة، لا صلاة. إذا حج الإنسان في شهر محرم حجه ليس حجا أصلا. إذا استعمل الإنسان التقية في غير موردها هذه ليست تقية، خطأ. هو يسميها تقية، هذه ليست تقية. ما هي التقية؟ ما هي ضوابط التقية؟ لا أريد أن أذكر التعريف الدقيق الفقهي للتقية، هذا بحث فقهي مستقل. التقية خلاصة تفسير على مستوانا. التقية تعني أن الإنسان يترك إظهار حق بشروط منها شرطان. الشرط الأول خوف الضرر، الشرط الثاني أن يكون استعمال التقية هو الأهم. أحياناً الشخص يترك إظهار الحق ويخالف الحق بدون وجود الشرط الأول، بدون خوف الضرر، هذه ليست تقية، سمها ما شئت، ليست تقية. التقية مأخوذ فيها خوف الضرر. شخص جالس في السكن في وقت الصلاة يذهب إلى المسجد الحرام ليصلي معهم مع أولئك صلاة باطلة، هذه ليست تقية، سمها ما شئت، لأنه لا يوجد خوف ضرر عليه. إذا كان يصلي في سكنه كان أحد يتعرض له؟ لا، ليست تقية هذه. لماذا ليست تقية؟ لأن الشرط الأول للتقية غير موجود. الشرط الأول للتقية وجود خوف ضرر، احتمال ضرر.
الشرط الثاني، أحيانا خوف ضرر موجود ولكن مع ذلك ليس تقية. لماذا؟ لأن الشرط الثاني غير موجود. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون استعمال التقية عند الله أهم من أداء ذلك التكليف الآخر. أحيانا يوجد خوف ضرر ولكن الطرف الآخر أهم، لا يجوز لك استعمال التقية، أصلا هذه ليست تقية. لا تقية، كل الفقهاء يقولون لا تقية في الدماء. يعني ماذا لا تقية في الدماء؟ يعني شخص ظالم يرفع سلاحا على رأسك يقول اذهب اقتل المؤمن الفلاني وإلا الآن اقتلك، يجوز لك أن تذهب وتقتل ذلك المؤمن؟ لا، ليس أهم. حتى لو قتلت أنت، ليس من حقك أن تقتل شخصا لأجل أن لا تقتل أنت. شخص ظالم يقول اصفع المؤمن الفلاني وإلا أصفعك، ليس من حقك أن تصفع ذلك المؤمن حتى لو صفعك. شخص يقول يخيرك، ظالم مقتدر يقول لك إما أن تذهب وتصلي مع النواصب أو أخذ منك دينارا، لا يجوز لك أن تذهب وتصلي معهم حتى لو أخذ منك دينارا. الدينار ليس أهم من الصلاة معهم. أن يكون استعمال التقية أهم من التكليف الآخر. أما إذا التكليف الآخر كان أهم، لا يجوز لك أن تستعمل التقية.